السلام عليكم أعزائي المشاهدين، اليوم جيناكم في فيديو جديد. طبعا هذا الجوال منتهي خربان، بدون كاميرا، بدون بطارية، بدون شريحة. راح نشغل هذا الجهاز. طبعا هذا الجهاز نوعيته هواوي. راح نجيب أول شيء البنسة، وشايف هذا مكان الكاميرا، لازم تحط توجهها عليها بهذا الشكل وتبدأ تدق فيها تقريبا 5 دقات بهذه الطريقة. بعدين تجيب موية باردة بهذا الشكل أو بهذه الكمية وتحطها في أسفل تحت الكاميرا بهذه الكمية. بعدين تحطها في الثلاجة لمدة 4 دقائق. بعد ما خلصنا 4 دقائق تجيب أي نوع من العطر وتبخ بختين فقط بهذه الطريقة. طبعا بعد ما بخينا خلصنا نجيب بنديل وتبلله بهذه الطريقة، تنشفه. بعد ما تنشفه هذا هو الجوال. الحين راح نجرب الطريقة إذا شغالة ولا لا. طبعا زي ما تشوفون هذا الجوال اشتغل والطريقة مضمونة 100% بدون أي إشكالية ولأي جوال.